السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم طريقة تحضير خبز بالحليب والبيض. هذا هو الخبز اللي كيكون عندنا يابس في الدار، فحنا كنحولوا الخبز طري ولذيذ مكلينا نحضروا وجبة الكوتي أو وجبة الإفطار. تابعوا معي الفيديو إلى الآخر. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفه سهله وسريعه وبسيطه وكتعجبنا كاملين، تعجب الوليدات الصغار وتعجبنا حتى حنايا. يمكننا نحضروها للكوتي ولا للفطور. هذه الوصفه كنحتاجو فيها الخبز اللي كيشيط لينا في الدار وكيولي يابس وما كيمكنش لينا ناكلو بحال ما هكا، فكنحتاجو لهذا الخبز اللي كيبقى عندنا شايط. كنقطعوه اي نوع ديال الخبز، سواء الخبز ديال الدار سواء هذا الخبز اللي كنشريو، كنقطعوه على هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا. فانا قطعتو. وكنحتاجو الحليب، هنا استعملت ربع لتر من الحليب، طبيعة الحال الحليب على حسب الكمية ديال الخبز اللي عندكم. بيضة، الا كنتو غتستعملو كمية كبيرة فيمكن لكم تستعملو نصف لتر من الحليب مع جوج ديال البيضات. وكنحتاجو السكر الخشن او السكر حبيبات. طريقة تحضير هاد الوصفة جد سهلة، فغناخدو الحليب وغادي نضيفو له البيض والقليل من السكر. طبيعة الحال كيبقى حسب الذوق، الا كان عندكم السكر البني يمكن لكم تستعملوه. كنخلطوا الحليب مع البيض جيدا. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الخبز اللي حضرت لكم اليوم. الصراحة كيجي لذيذ، هانتم كما كتلاحظوا فكيجي رطب بزاف وطري من الداخل وكيجي لذيذ بزاف. هاد الوصفة رائعة ومحببة لدى الجميع. كنتمنى تعجبكم، كنتمنى تجربوا هاد الوصفة. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش بارطاجيو لا فيديو، ديروا جيم لا فيديو، تشتركوا بكثرة في القناة من اجل اعطاء الجديد والمزيد على القناة. للاطلاع على وصفات اخرى زوروا الموقع chefmiriam.com، ايضا موقع شيواتي.com. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.